هذا خطيئة هاي. جبران بيصير عم يتصرف انه ما حدا بحاسبه، ما حدا بيطالبه، ما حدا بيراقبه، مثل ما عم يتصرف بحزبه، مثل ما عم يتصرف بالحكومة، مثل ما عم يتصرف بمئة مطرح. جبران بيصير شخص فلتان على حاله، فلتان بطريقة ما بتجوز. لا هي صورة التيار الوطني الحر يفترض، ولا هي صورة ميشيل عون يفترض، ولا هي صورة قيادات ناضلت وواجهت القمع والتسلط والتحقيقات البوليسية. هذه صورة بتشبه حدا عباله يمارس السلطة. في بعض تأديبي بقلب الوزارة، هو بده جماعة الخارجية كلهم يكونوا من جماعة ياسر. هذا هو اللي بده اياه جبران بيصير بوزارة الخارجية، وهذا شيء ما ممكن يصير، ما لازم يصير، عيب يصير. بيقول انه حرصه على وزارته وعلى الدبلوماسيين والبلد بيدفعوا لاتباع الاصول القضائيه، وبانتظار ما سيكون القضاء برد. في مشكله حقيقيه بسلوك جبران باسيل بدها علاج. وتنساش انه جبران باسيل انت ما عم تعمل معه بس يعني وزير او رئيس حزب، هذا طارح حاله يعمل رئيس جمهوريه كمان. فيعني اللبنانيين لازم يتخيلوا، بعرف انه واجهوا صعوبات ومرق عليهم اشياء كثير صعبه، بس لازم يعرفوا انه هذا مرشح قوي وجدي ليكون رئيس جمهوريه. هيك عم يتصرف، هيك عم بيدير وزاره، هيك بيحكي مع، هيك بيتعامل مع جهاز دبلوماسي يفترض هو من يعني المستويات الراقيه في وظائف الدوله اللبنانيه. اذا مع سفره بيتعامل هيك، كيف يتعامل مع الباقيين؟ وحشته مثل اي مسؤول انه انا عم بلجا للقانون، اي قانون منهم هذا؟ في جسم دبلوماسي عم يتعرض للاهانه. هذا الجسم إذا سكت وما احتج على هذه الإهانة بالطريقة المناسبة، يعني هو عم يقبل النتيجة، هو سوف يكون مقموع طوال الوقت. واحد. اثنين، لممارسة هذا التعسف عم هناك محاولة جدية لاستخدام القضاء لتغطية هذه العملية الأمنية السياسية اللي عم بتقوم فيها، اللي عم بيقوم فيها وزير الخارجية بالتعاون مع جهاز أمن الدولة. القضاء اللي مارق اليوم باختبار ضخم، إذا بيخضع لضغوط السلطة السياسية هو عمليا عم بيقول للبنانيين ما عادش توثقوا إنه في حدا بيحميلكم حقوقكم، وعم بيقول لموظفين الدولة ما عادش توثقوا، عم بيقول لهم روحوا احتموا بمرجعيات سياسية وحزبية خارج القانون. موقف سياسي لجبران باسيل من القضايا العامة ما في حوله لتربيح جميلي، يقول أنا مع المقاومة. واجبك تكون مع المقاومة. إذا أنت ما اقتنع فعليا بهوية البلد الوطنية، واجبك تكون مع المقاومة. ما دخلني بعلاقته بالمقاومة أو علاقته بحزب الله كفية. شو المصالح المتبادلة بين بعضهم يصطفلوا، ما دخلني.